في شيء إذا عرفوا نور وأخواته بنخرب بيتنا وبيروح كل شيء. كل شيء. شو هو؟ فريد. فريد مش بيك. انت شو عم تحكي؟ صاير بعقلك شي؟ جنيتي شي؟ عم تتمسخري؟ شو بكي ماما؟ انت شو عم تحكي؟ شو عم تقولي؟ كيف يعني؟ فسريني اياها، ما بفهم. فريد نوح بيي، انا شفته، اعترف فيه، في تحاليل دي ان اي. كل شيء بالحياه بينباع وبينشرى، حتى التحاليل. انت مره مجنونه. انت عم تستغليني؟ انا بنتك، انا بنتك، بتعملي فيي هيك كرمال المصاري؟ خلص كذبت كذبت، ما تقعدي تحسبيني هلا. نور اذا عرف بيخرب لنا بيتنا، بنحبس. لازم ناخذ المصاري ونهرب ونفل من هون، القصه مش لعبه. مين هو؟ مين هو؟ مين هو؟ مين هو؟ شو عم تحكي؟ شو عم تقولي؟ مين هو؟ ميرا، مش هيدا المهم. مش انت اللي بتقرري شو المهم وشو مش مهم. هلا بدي اعرف مين هو. بعدك انه بس نرجع عبيري سبخة. شو بيضمني انه ما عم تكذب علي هلا؟ لك انت وحده كذابه، انت وحده انانيه، بتفكري بحالك وبس. ميرا، بكره بس تلاقي حياتك ظابطه بحسابك فيه ملايين رح تتذكري مين كان السبب. انا ما عم صدق، ما عم صدق. ميرا، فكري بدون عصبيه. فكري إذا ما قبلت المصاري شو رح يصير فيي وفيك؟ ما بدي أفكر بشي، بدي أشوف هالكذبة شو آخرتها. بعدني. طيب أنا عندي فكرة، ليه ما بتقعد انت وياها هون وبتحكوا بتتفاهموا سوا؟ شو رايك؟ ايه بتكوني انت معنا. انا اكون معكم بابا؟ شو بدي اسوي معكم؟ لك انت بنتنا، شلون شو بدك تساوي معنا؟ نحن ثلاثه قاعدين في احلى منا. يا بابا يا حبيبي افهم علي، بدي اياك انت وياها لحالكم هيك قاعده رواق ورومانس، فهمت علي؟ هيك حركات. لك بقى 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 انا هلا اتلبكت، شلون اذا انا وياها لحالنا قاعدين يعني؟ لك بعدين انا ليكي انا ما بحب الفبركه وهيك، انه اذا بدها تصير القصص تصير هيك بشكل طبيعي، لازم نخطط له وما بعرف شو. اتركي يا بتصير يا ما بتصير. ما بتصير شو بتصير او ما بتصير؟ لا بدها تصير بابا، شو صرنا ساعه بنخطط؟ بدها تصير يعني بدها تصير. بدي اياكم تقعدوا سوا كرمالي بابا حبيبي. اسمع لك، بتقعدوا هون بالمطعم بتفضيه، ما بدي ولا حدا، بتطبخ طبخة طيبة، ورد وشموع وهيك قصص، شو رأيك؟ حط لنا موسيقى. موسيقى؟ يا عيني عليك. بتحبي الموسيقى؟ يا عيني عليك، هلا بلشت تفهم علي، آخر رواق، شو رأيك؟ شو؟ لك بس بتعرفي شو يعني؟ إنه شو عم تساوينا مثل أولاد صغار أنا وياها، قد الشلاتير أنا وأمك، صرنا بدنا نرجع نطبق بعضنا من أول وجديد أنا وياها. ما لي ماما لا ظابطه بابا، اسمعنا لك، لساتك شب مثل القمر، شو ناقصك ترجع تطبقها من اول وجديد؟ طبقها. شو؟ ايه 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 اخي اتركيني هلا، ما بقى خليني افكر بالقصه. لا بلا، حبيت الفكره.
هي امك وحده مجنونه، هي عم تحكي هيك. بدي اعرف مين هو هلا. مين هو؟ فريد نوح ابوكي. عرفتي مين هو؟ وصيته هيك بتقول، تحليل الدي ان اي هيك بتقول، بس امك ابصر شو صار لها، قررت هلا تجن. ولك يا بنت، يا بنت، هي عم تضغط عليكي لحتى تقبلي بالشي اللي عم يقدمه نور. ايش هي ما فيها تشتري تحليل الدي ان اي؟ مستحيل. التحاليل انا اللي اشرفت عليها، ما حدا بيعرف المخبر غيري، انا اللي اخذتها على المخبر وانا اللي جبتها من المخبر. ميرا، ميرا الله يرضى عليكي، لا تخلي امك تجننك، حطي عقلك براسك يا بنت. بعيد التحاليل. شو تعيد التحاليل؟ تفتحي على حالك باب ما بيعود يتسكر، تتاخر كل قصه الورده، وزدريو الشباب ما بيعتقوكي. الله يرضى عليكي، منكون بشي منصير بشي تاني. هدي شوي يا ميرا، هدي شوي. بدي اتاكد. انتي بنته لفريد نوح، بشرفي انتي بنته لفريد نوح. لك ميرا، انا اصلا القضيه ما كنت استلمتها لولا انه متاكد. لا تخلي الشباب يستلموكي، ناطرينك على الدقره هدول. الله يرضى عليك، الله يرضى عليكي. اهدي شوي واركني وفكري على رواق، احسن ما القصه كلها تروح لماريا. ميرا اهدي، الله يرضى عليك. حبيبتي، ما بدي نور واخواته يضايقوكي، بدنا ناخذ حقنا وبس. هيدا ما بيعطيك الحق تكذبي علي هيك كذبه. مزبوط، بس انا خايفه عليكي. انت ما دخلك فيهم؟ ما دخلني؟ والله ليش، هدول ما بيكونوا ولاده لفريد نوح اللي هو بيي؟ فريد نوح شو؟ بيي؟ ايه بيك. بس لحسن ناخد المصاري ونمشي. بعدين ما بفتح تمي بكلمة. بس من هلا لوقتها ما تأمني لحدا، هول بحياتهم ما رح يقبلوكي وحدة منهم. هيدا الشي بعرفه كتير منيح. خلص ماما، بشرفك يلا تصبحي على خير. بس ما بوعدك اني رح انسى الفصل اللي عملتي فيي. شو جابك انت؟ ما رحت من ساعة ونص؟ بس لقيت وتعبت، انت رجعت. عندك مشكلة بهالحكي؟ لا، بس ليش عم تتخلقي بوجهي هيك؟ حرة اتخلق واحكي كيف ما بدي بهالبيت. لا، ما فيك تحكي مثل ما بدك بهيدا البيت. بنت بلا تربية. تربية؟ ضحكتيني ماما. لك مين عم يحكي عن التربية؟ ليكي ولي، خرسي، أحسن لك. أحسن ما شو؟ قضيتيها بتنظري وبتشيلي وبتحطي، على اساس انت الغلط مش مشرشر منك من فوق لتحت. ليكي بنتي، هيدي القصه بيني وبين بيك، ما حدا دخله بهذا الموضوع، فهمتي؟ ما فهمت. منى، راسك تكسر اذا بسمع هيدا الحكي. وحده قليل التربيه، هلا من العلوم اللي لازم يمشي هون، مفهوم؟ بابا ليه عم تحكيني بهالطريقه؟ ولا كلمه، احسن مهر سنانك هلا. احترام لازم يضل موجود بهذا البيت، حتى لو كان في ناس. يلا اطلع على الأوضة. انقلعي. والله رياض ما بدي منك شيء، بس بدي اشكرك لانك سكتت لونا. لو ما انت هون ما كنت بعرف شو بعمل. انا ما صرخت عليها كرمالك، انا صرخت عليها حتى البنات ما يتعودوا يصرخوا بوجه امهم، لانه الام اللي مش محترمه بالبيت بيكون البيت كله مش محترم. منيح اللي انت كنت هون اليوم، بكره شو بعمل؟
مين بهديها؟ ها؟ تحملي انت جيت عاملتك، هيدي قصة قديمة وخلصت، قصة قديمة، روحي ضبي بناتك، هيدي القصة القديمة مدام. لك قلبت لنا بيتنا فوقاني تحتاني وكركبت لنا عيشتنا. أنا موافقة. وافقتي؟ بس عندي شرط واحد. بدنا نستنى سنة واحدة قبل ما ننفذ الديل. بمعنى رح نعيش مع بعض سنة، نجرب بعض، نصفي القلوب والنوايا، نرجع نشتغل مع بعض كعائلة واحدة. بعرف المشاكل اللي عم تمرقوا فيها بسبب قضية الوردة. رح أوقف كل القضايا المرفوعة ورح يرجع البزنس مثل ما كان وأحسن. حتى بمصر رح نتساعد ونحط الإيد بالإيد لحتى يرجع الشغل مثل ما كان وأحسن كمان. وبعد هالسنة؟ بعد هالسنة أنتوا بتقرروا، يا إما بتقبلوني مثلي مثلكم وبنصير عيلة وحدة وبشارككم بالمصاري اللي عرضتن علي، يا إما باخدهم وبمشي. طيب بس ما قلتي لي شو رح تستفيدي من السنة هي؟ أنا هاد شرطي وأنت فكر فيه. شو حلو بس تكون بالبيت. وأنت كمان. بس لما بيكون مزاجك رايق. مزاجي ولا اروع بابا. انه شو صاير معي يعني؟ خسرت جوزي وخسرت ابني وشغلي. يعني فيك تقول باحسن حالتي. بسيطة. ايه باحسن حالتي. أنا أساساً كان بدي إياك تترك الشغل يعني، بس ما كنت حابب إنها تطلع مني. كنت ناطرك أنت تاخذي القرار. خلص بقى ما لازم تبقي بهذا الشغل أنت. بعدين لازم تفكري بحالك يعني. إنه شو ناطرة؟ إنه تطلعي لقدام بي إنه ما الحياة قدامك. انت وماما كيف؟ انا وامك خلاص. انا نفضت ايدي منها تماما. ما بقى في شيء راكب بيني وبينها يعني. بعدين انا بس بدي اقول لك شغله بيي، انه انا رجعت على هيدا البيت بس كرمالكم، مش كرمال شي تاني. انا بس رجعت على هيدا البيت لانه هيدا بيتي وانتو عائلتي، وانا لازم حافظ على هيدا العائلة وما خلي هيدا البيت يفلت، وما في شي تاني غير هيك. المفروض أنا مبسوطة.